وحدثت المفاجأة اللي ما كانتش الكل يتوقعها، الأهلي إلى الدور نصف النهائي في مواجهة ريال مدريد. المفاجأة ليس في عدم تأهل الأهلي أو تأهل الأهلي، ولكن المفاجأة إن القرعة اللي تم إجراها قبل البطولة بفترة قليلة جدا الكل كان بيقول هل الأهلي ممكن يواجه ريال مدريد؟ بالفعل أصبحنا دلوقتي على أعتاب مواجهة القرن بين الأهلي نادي القرن في إفريقيا وريال مدريد النادي الملكي نادي القرن في أوروبا. في كتفك يا أهلي مع برنامج كتفك يا أهلي بالتأكيد من خلال صفحة جي ال سي سبورت وصفحة يلا كورة ومع شركة جي ال سي الشركة الأولى للدهانات في مصر، برحب بالتأكيد بزميلي العزيز كريم سعيد. مساء الفل يا كريم. مساء الفل يا محمد، ومساء الفرحة ومساء السعادة والانتصار والأجواء الحلوة اللي بترفع علم مصر خارجيا في وقت أعتقد إن احنا كنا محتاجين الفرحة دي ومحتاجين وجه جديد وفريم جديد وبرواز جديد للكرة المصرية أمام وسائل الإعلام الأجنبية اللي في وجهة نظري في الفترة الأخيرة وفي الآونة الأخيرة كانت نظرتها للكرة المصرية هي المشاكل والفضائح. أكيد مواجهة القرن في المونديالتو يمكن ده العنوان الأبرز اللي الكل بيتكلم عليه، مواجهة الأهلي وريال مدريد. يا جماعة احنا في حدث عالمي على فكرة كبير جدا، ولكن فوز الاهلي على سياتل على فكره كانت فيه دروس فنيه. نعم. واستعداد الاهلي لريال مدريد اكيد فيه دروس مهمه جدا. طبعا شايف المسائل دي ازاي؟ طبعا احنا عندنا طبعا فقره السبوره والفقره اللي بنستعرض فيها التحليل بشكل اكبر، لكن سريعا اكيد مواجهه النادي الاهلي وسياتل ما كانتش سهله. ما كانتش بنفس الشكل مواجهه اوكلاند. مواجهه اوكلاند كانت لحد ما يعني خلاص بعد 25 دقيقه انت قريت اوكلاند وفهمت الدنيا. سياتل لا، سياتل فريق منظم للغايه، معهم مدير فني شمتزر، مدير فني اكثر من رائع تكتيكيا وانضباطيا. الفريق كان واقف بشكل كويس جدا، احنا حتى في اول شوط ما كانش لينا تقريبا يعني تواجد، ما لناش ولا هجمه على المرمى ولا هجمه. حسينا ان الماتش لا في قلق في خوف. ده بسبب ايه؟ بسبب فريق منضبط. لكن بصراحه كامل التحيه لكولر اللي اثبت لنا في الشوط الثاني انه كان مقسم المباراه لجزئيتين، جزء اول لغايه الدقيقه 60 عايز يوصل فيه حتى على اقل تقدير بالتعادل، وبعد دقيقه 60 مش هيدافع ده هيغامر بالهجوم وتغييراته كلها هتبقى هجوميه وهيغير طريقه اللعب من 4-3-3 ل4-2-3-1، لان محللين الاداء واضح جدا اللي معاه قالوا له ان الفريق سياتل لسه في فتره الاعداد في بدايه الموسم، فالفريق ده ما يقدرش يلعب مباراة بالنسق ده 90 دقيقة، دول اخرهم 60 دقيقة. ثلاث تغييرات يا محمد في الدقيقة 63 قلبت المباراة، وبدأنا نشوف كم هائل من الهجمات المرتدة للنادي الاهلي بزيادة عددية على مدافعي سياتل، لغاية لما جه كرم ربنا سبحانه وتعالى بهدف افشة اللي كان اصلا في كرة قبليه كانت اصلا راح اقول يعني الكرة صحيح. اصلا سقطة بس كان حظ وحش انها خبطت في العارضه وارتدت تاني، والحمد لله ان ربنا وفقه. هو هدف ولا قضيه؟ لا القضيه التانية. القضيه التانية طبعا القضيه التانية طبعا احنا بنتكلم طبعا مجدي قفشه اهدى النادي الاهلي في وجهه نظري 3.5 مليون دولار، 2.5 مليون دولار لما احرز هدف الفوز على نادي الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا 2020 كان ساعتها المكافاه 2.5 مليون دولار. والماتش ده انا بقول اهدى الاهلي مليون، مش الجايزه يا جماعه. الناس بتقول يا كريم الجايزه التوتال 2، لا الماتش ده لوحده مؤهل بمليون. انت اوريدي معاك فلوس تمام، الماتش ده بيديك مليون زياده. فبنشكر طبعا مجدي قفشه على الهدف الجميل والهدف الرائع اللي مخلينا كلنا في هذه المرحله السعيده. يا جماعه احنا قاعدين بنحلل ريال مدريد منافس الاهلي. بس بقول لك ايه، في وسط الزخم ده كله هو كوري الجون يتحسب باسم مين؟ قفشه طبعا. معقوله؟ اه طبعا. اصل البعض يقول لك ايه، لا لا لا. اصل المدافع غيرها. لا. اصل لا لا. على فكره على موقع الفيفا وعلى السكور شيت الفيفا واضح. لا 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 اكيد القانون ده الناس لازم تعرف القانون. القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول الانتنشن بتاع البلاير لو بيسدد الكوره في اتجاه المرمى وحصلها ديفليكشن تتحسب باسم اللاعب بدل نيتك. المهاجم مش اون جول، باسم اللاعب اللي سدد الكوره بدل الانتنشن بتاعته انه شايط في اتجاه المرمى. لو انت بتشوت الكرة او بترفعها في اتجاه غير المرمى يعني بالعرض مثلا بتباصي الزميل وخبطت في لاعب ودخلت كده اون جول. ليه؟ لان الانتنشن بتاع اللاعب مش ان هو
يسدد على المرمى. احنا قلنا بس نشرح للناس رغم ان على فكره السكور شيت الرسمي على موقع الفيفا مكتوب جول محمد مجدي قفشه في الدقيقه 87. طب عايزين نتكلم في امور خبريه. طبعا الاهلي خلاص خلص المباراه قعدتنا طبعا الاخبار الحصريه بقى. اكيد وسافر الى طنجه. الغريب وانا هسالك يا كريم في الجزئيه دي المفروض الاتحاد الدولي بينظم بطوله كبيره زي كاس العالم للانديه في خطوط طيران ما بين طنجه الى الرباط، حتى لو الرحلات في على مدار الاسبوع رحلتين او ثلاثه لازم يكون في رحله خاصه للفريق اللي موجود في طنجه. هل لو ريال مدريد، هل لو الهلال السعودي كان ممكن يتعامل معامله انك ممكن تروح تركب القطار اللي هو البراك، قطار سريع في المغرب ولسه قطار جديد والمسافه حوالي ساعه ساعه ونص، ولكن هل يجوز ان يبعث تسافر بالقطار او تسمح حتى ان هي تسافر بالحافله؟ اعتقد خطا من الاتحاد الدولي حتى لو بيوفر التكاليف الماليه. يعني الفيفا المفروض فيه رحله خاصه وطيران خاص من طنجه للرباط. اكيد متفق معاك جدا جدا جدا، واستحاله طبعا ده كان يتم مع الريال، بس خلي بالك مش هيتم مع الريال، يعني الريال اصلا هينزل في الرباط والماتشين هيتلعبوا في الرباط، يعني سواء السيمي فاينل او بعد كده الفاينل او الثالث والرابع هتلعبوا في الرباط، فهي مش ازمه بالنسبه للريال مدريد، يعني هي ازمه للفريق اللي بادئ البطوله من البدايه انه بيلعب في مدن مختلفه. فانا اتفق مع محمد طبعا، يعني موضوع بسيط جدا جدا، الاتحاد الدولي هيأجر الطياره، ممكن تبقى طياره خاصه ويحجز الكراسي، ودي حاجه مش تاخد يعني مش هتاخد ساعه نص يعني حاجه بسيطه نص ساعه، والفرق اعتقد حتى في التكاليف مش تبقى يعني الكبيره بالنسبه للفيفا. الفيفا طبعا احنا عارفين ان هو اوريدي يعني الايه مالك كره القدم في العالم كلها، واستحاله يكون بيخسر يعني، فالمواضيع دي اكيد المفروض ما تفوتش على الفيفا. واتفق جدا جدا معاك يا محمد في الطرح بتاعه. طيب ومواجهه الاهلي وريال مدريد اكيد فيها نقاط مهمه جدا، التفاصيل الفنيه والتكتيك مع كريم هيتكلم في فقره السبوره، ولكن ريال مدريد قبل مواجهه الاهلي خسر امام ريال مايوركا بهدف مقابل لا شيء، وفي مواجهه الاهلي والريال اكيد في مواجهات وثنائيات، ولكن الجزء اللي عايز اتكلم فيها مع كريم وهو الجزء بقى بعيدا عن التاكتس خالص، مين بيواجه مين ومين الاطراف والثنائيات والكلام ده، نص الملعب انت بتتكلم في فالفيردي وتوني كروز ومودريتش في مواجهه السوليه وحمدي فتحي واليو ديانج، 3 قصاد 3، الغلبه تبقى لمين يا كريم؟ لا بص واحده، بص احنا مش عايزين نبقى بنتكلم على ريال مدريد والاهلي راس براس عشان نكون صراحة فنيا في فجوه بعيده ما بين الكره الافريقيه والكره المصريه وما بين الكره الاسبانيه والكره الاوروبيه، ده حقيقه دامغه ما نقدرش ان احنا نقرب منها حتى. طبعا كلنا ثقه في فريقنا وفي لعيبتنا، بس احنا عايزين نبقى دايما واخدين في وجهه نظري في الوقت الحالي في الفتره الحاليه اللي عمله المنتخب المغربي في المونديال كعلامه استرشاد لينا ان انت تقدر تقلل الفجوه دي بالاداء في الملعب، بانك تدرس المنافس كويس، بانك تغلق عليه كل المنافس. مليون في المية مليون في المية اخطر لاعب في وسط ملعب ريال مدريد هو مودريتش، كامل الاحترام لتوني كروس، كامل الاحترام لفالفيردي، مودريتش في حته تانية لوحده. بان منين النهارده اللي استفرجت على ماتش ريال مدريد ومايوركا، اول ما مودريتش نازل في النص ساعه الاخيره قلب نص ملعب ريال مدريد خلاص بح، مفيش تنافسيه في نص الملعب، الاستحواذ والسيطره والعقل والفيجن كله راح لريال مدريد بسبب مودريتش، لاعب عظيم بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. وبالتالي احنا لازم نؤمن بحظوظنا ونتعامل على قد ما نقدر ان مودريتش يتم تحجيم ادائه في نص الملعب. فاهم بكل امانه يا محمد، انا ما اقعد افكر لو انا مكان كولر اعمل ايه، موضوع صعب جدا. وان كان طبعا عندنا اخبار حلوه عشان ما بقاش كل الدنيا عارف اللي هو ايه فيها يعني مفاجآت ضلمة. يعني لا عندنا اخبار كويسه بالنسبه لينا، بنسبه 99% كورتوا مش هيلعب المباراه، ان احنا شفنا كورتوا في الاحماء ماسك الضمه، واللي يمسك الضمه في الرياضه انت بره الدنيا لاقل حاجه اسبوع او 10 ايام حتى لو شد خفيف، فبنسبه كبيره كورتوا بره. طيب ميليتاو تاكد ان هو بره مش هيلعب ماتش الاهلي، وبالتالي بنسبه كبيره ثنائيه الدفاع لريال مدريد هتكون روديجر وناتشو. طبعا روديجر مدافع قوي جدا، يبقى احنا هنلعب على ناتشو واحد من ثغرات ريال مدريد الدفاعيه. بنزيما لسه لم يتاكد 100% ان هو هيلعب، بس راحه انشيلوتي لبنزيما قدام مايوركا يؤكد ان هو بيحضره للمونديال، فهنشوف بنزيما في المونديال بقى. فاحنا باذن الله باذن الله عايزين نشوف بس قائمه ريال مدريد النهائيه، عايزين نبدا نتابع الاخبار ان شاء الله الفتره الجايه عشان نبدا نشوف التشكيل اللي ممكن الريال الاقرب يلعب بيه، ولازم لاعبتنا يبقى على اقل تقدير مؤمنين بقدراتهم، احنا مش زيهم بس
نقدر في 90 دقيقه نتغلب. مين كان يصدق ان المغرب تتخطى اسبانيا توصل سيمي فاينال؟ مين كان يصدق ان المغرب تتخطى البرتغال؟ مين كان يصدق الكلام ده؟ بس المنتخب المغربي عملوا حقيقه ان هم امنوا بقدراتهم ولعبوا لعب الواقع. احنا برضو عايزين نعمل كده باذن الله. طيب خبر كمان حصري دايما متعودين معانا واحنا بنتكلم دايما في كتفك يا اهلي وبنتكلم عن الفنيات والامور الفنيه. معانا كمان خبر حصري في مباراه الاهلي وسياتل، تم تبادل الدروع والتيشيرت الخاص بكل فريق. المفاجاه ان بيتم التنسيق على هامش مباراه الاهلي وريال مدريد، يتم تبادل الدروع والتيشيرت. ريال مدريد يستلم تيشيرت الاهلي والاهلي يستلم تيشيرت ريال مدريد. في اتفاق هيتم بالتاكيد من خلال الاجتماع الفني مع الفيفا على هامش المباراه. اعتقد لقطه مهمه جدا للنادي الاهلي في كل وكالات الانباء. جدا جدا محمد. وفكره ان نخيل النهارده احنا اول منافس نادي الاهلي المصري، النادي الاهلي المصري المصري في البطوله دي كان اول منافس له من اوكيانوسيا، تاني منافس له من امريكا الشماليه بالظبط، ثالث منافس له من اوروبا، الله اعلم المنافس الرابع هيكون من امريكا الجنوبيه ولا أسيا. من اسيا. النادي الاهلي بيمثل مصر امام ابطال القارات كلها، فامر يدعو للفخر وامر يدعو للسعاده والفرح. وكمان عايز اقول لكم حاجه برضو، ما مش خبر حصل الناس كتير عارفاه، ان قناه النادي الاهلي هتكون خلال الثلاث ايام اللي قبل المباراه في اذاعه مشتركه ومتبادله مع قناه ريال مدريد الرسميه. قناه ريال مدريد الرسميه هتدي النادي الاهلي ماتيريال لريال مدريد، وقناه النادي الاهلي هتدي نادي ريال مدريد ماتيريال للنادي الاهلي في تعاون. وهنشوف نفس الامر لو تفتكروا لما حصل مع قناه باير ميونخ. وبرده السوشيال ميديا في الاهلي هتتعاون مع السوشيال ميديا في ريال مدريد لاحتفاليه بالمباراه. اللي يكسب يكسب في 90 دقيقه هي احتفاليه القرن على فكره. الحاجات دي بتتكرر بس الحاجات دي تبين لك قد ايه فعلا النادي الاهلي بيشرف الكره المصريه، افضل سفير، بيقدم صوره جيده ورائعه عن كورتنا وعننا احنا. احنا نحب احنا كمصريين في الوقت الحالي بصراحه في الزمن يعني الصعب شويه ده ان احنا نشوف صورتنا جميله قدام العالم كله، والعالم بيخشوا يتكلموا او فرحه نشوف. بص يا محمد صفحه سياتل وهي بتبارك للنادي الاهلي وبيقولوا احنا فخورين ان احنا لعبنا النادي الاهلي، وشوف اراء بعض من مشجعي سياتل وقبليهم اوكلاند. اعتقد المنظر ده منظر مشرف، ونتمنى ان احنا كل سنه يبقى إن شاء مصر الله تمثل بهذا الشكل. طب الناس بتتابعنا من بدايه الحلقه عبر صفحه يلا كوره وصفحه جي ال سي سبورتس ومستنيه تشوف التوقعات على التيشيرت. الناس من البدايه مستنيه نتكلم على التيشيرت مين اللي فاز. اكيد تابعوا معانا لما نروح للفقره الثانيه، فقره السبوره، وهنقول اسم الفائز معانا، وكمان هننوه على مباراه الاهلي وريال مدريد والتوقعات، واكيد هيكون في جوائز كمان والتيشيرت الرسمي للنادي الاهلي في الفقره اللي جايه. كريم يلا بينا على فقره السبوره. يلا بينا ورجعنا لكم مره تانية مع فقره السبوره ومتابعه بالتاكيد لمباراه الاهلي وريال مدريد. وفقره السبوره من خلال صفحه يلا كوره وصفحه جي ال سي سبورتس، ومن خلال برنامج في كتفك يا اهلي، ومن خلال شركه جي ال سي الشركه الاولى للدهانات في مصر. كريم، ريال مدريد والاهلي والريال خسر من ريال مايوركا قبل مواجهه الاهلي. طب احنا اعتدنا يا محمد ان احنا بنحلل للساده المشاهدين مباريات الاهلي، احنا النهارده عايزين نحلل مباراه ريال مدريد ومايوركا. طبعا النهارده اعتقد مباراه ريال مدريد ومايوركا في وجهه نظري دي اكتر مباراه لريال مدريد السنه دي اعتقد خدت مشاهده من داخل جمهوريه مصر العربيه، بسبب طبعا اكيد كل الناس عايزه تشوف ريال مدريد قبل ما يسافر المغرب ويواجه النادي الاهلي ان شاء الله يوم الاربعاء. النهارده شفنا مواجهه ما بين انشيلوتي مدير فني طبعا للريال، واجيري طبعا المدير الفني السابق لمنتخب مصر والمدير الفني الحالي لفريق مايوركا. النهارده اجيري واجه انشيلوتي يا محمد بطريقه كولر اكيد ما بيلعبش بيها، وهي طريقه 5-4-1. بس في اسبانيا معظم الانديه في منتصف الجدول او في مؤخره الجدول ما بتلعبش ريال مدريد او برشلونه غير بالخماسي الخلفي ثابتين. ليه؟ هو في عارف ريال مدريد قدراته الهجوميه على الاجنحه بتبقى صعبه جدا، وبدا يعتمد على الهجمات المرتده. هو عارف ان ريال مدريد دايما بيلعب بهاي لاين ديفنس وبيلعب بضغط عالي، فبالتالي انا بعتمد على المساحه اللي في ظهر الفريق. دي الطريقة المعتادة اللي بصراحة على طول ريال مدريد أو برشلونة بيتضربوا بيها في الدوري الأسباني. هل احنا هنعمل كده؟ أشك. لأن أشك. مش هيعمل كده كولر؟ يلعب بخمسة؟ لا. ما يلعبش بخمسة، هو مش هيبدأ بخمسة خالص، هو بيبدأ بثلاث مساكين. ده صعب. إنما كولر عودنا
ان في الحاله الدفاعيه للنادي الاهلي بنقف 6 ما بنقفش 5. ليه؟ انه بيطلب من الاثنين الفول باك، لو افترضنا يعني ان اللون الازرق ده هو النادي الاهلي، النادي الاهلي في الشوط الاول قدام سياتل كان بيعمل ايه؟ كان طاهر الجناح بيرجع هو اللي يعمل يقف مكان علي معلول، وعلي معلول بيرحل لجوه سن. نفس الامر كان محمد هاني بيخش يرحل جوه، ورجع بيرسي تاو بيقف ورا عشان يبدا يعمل سداسي دفاعي في مواجهه هجوم سياتل، اللي برده سياتل برده شفناه كان بيعتمد على الاجنحه بشكل كبير اكتر ما بيعتمد على عمق الملعب. فالنهارده اجيري بدا يخنق ريال مدريد باللعبه دي، شفناها في الشوط الاول، وكمان قدر ان هو يجيب هدف مبكر ويحط ريال مدريد تحت الضغط، وضع طبعا في الاعتبار ان ريال مدريد عنده كم هائل من الاصابات، اخرها طبعا الاصابه اللي انت قلتها في الفقره الاولى وشفناها طبعا على كورتوا، واللي برده احنا بناكد ليه الساده المشاهدين من برنامج في كتفك يا اهلي مع جي ال سي بنسبة 99.9 كورتوا لن يلحق بمباراة النادي الاهلي، لان طبعا زي ما قلنا لكم برضه في الفقره الاولى بنعيدها تاني، اللي بيحبوا في ناس بيحبوا يتفرجوا على الفقره دي لوحدها الفقره دي لوحدها تاني، اصابه في الضم يا محمد استحاله 48 ساعه تتعالج في 48 ساعه او حتى 3 او 4 ايام، ده مستحيل فعليا، حتى ايفن لو شد خفيف جدا 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 في الضمه اقل حاجه اسبوع. فده معناه ان كورتوا طبعا هيسافر مع الفريق، ولكن هم في قرار في وجهه نظرهم يعني هيجهزوه عشان خاطر يعني ثلاث ورابع مواجهه عشان مواجهه بالنسبه لهم طبعا من وجهه نظرهم مواجهه فلامينجو اللي برضه من وجهه نظره المتوقع هيلاعب الريال. فهو بيحسب دايما المدير الفني لبطل ليبرتا دوريس والمدير الفني لبطل اوروبا في السيمي فاينل بيعمل حساب الفاينل هو في الفاينل هيلعب على مستوى اعلى من وجهه نظري. بس طب انا بنسبه كبيره يمكن اندريا لورين الحارس الاوكراني هو اللي هيكون حارس الريال. وشفناه النهارده حارس هو امانه بكل امانه ما تعرضش لاختبارات كتيره، وطبعا شفنا كل الهدف خطا فادح من الدفاع، قلنا من اكبر نقطه ضعف في دفاع نادي ريال مدريد وهو ناتشو واحد من يعني اللي بيحبوا ريال مدريد وبيحبوا يتفرجوا على الدوري الاسباني بيشوفوا ان ناتشو هو اقل أكيد. مدافع في خط دفاع نادي ريال مدريد، وطبعا بيبقى فعلا اللي بيشيل خط الدفاع روديجر. روديجر طبعا مدافع منتخب الالماني، مدافع قوي جدا 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 والتحاماته جيده، كارفخال نفسه في الهجمات المرتده هو اللي بيضم، وشفنا النهارده في الشوط الثاني مايوركا محمد في الشوط الثاني راحوا بكم انفرادات فظيعه، بس كارفخال هو اللي كان بيقدر يغطي وهو اللي كان بيقدر يمنع مرمى ريال مدريد من هو يستقبل الهدف الثاني. فطبعا كارفخال يعني بمساعده روديجر كانوا بيقدروا يغطوا على الاخطاء المنتظره من ناتشو، واللي نتمنى على المستوى الشخصي ان ناتشو ان شاء الله يبقى اساسي في دفاع الريال. طيب سريعا كده عشان وقتنا، لو بتكلم على مواجهات فينيسيوس جونيور اللاعب البرازيلي قدام محمد هاني، وهل كارفخال بكلامك اداؤه في مباراه ريال مايوركا هيبقى حائط صد قوي امام علي معلول؟ بص طبعا خلينا نتكلم طبعا اكبر يعني اكتر مواجهه الناس تتكلم عليها هي مواجهه فينيسيوس مع محمد هاني، وخلي بالك برضو ممكن ما يكونش محمد هاني بس، ممكن يكون محمد هاني واللي هيلعب قدام محمد هاني سواء كان طاهر محمد طاهر او حسين الشحات، واحنا لسه ما عندناش اي تاكيد على مركز الجناح، ربما يكون في تاكيد على مركز الفول باك الايمن، محمد هاني اكيد هو اللي هيلعب، لكن ما اعرفش مين هيلعب قدام، لكن خلينا نقول ان محمد هاني في الوقت الحالي بيمر بواحده من افضل فتراته مع النادي الاهلي، وادائه في مباريات الدوري او حتى مباريات المونديال الجميع بيثني عليها وكلنا راضيين عنه. عايزين بس نلفت نظر محمد هاني لمواجهته مع الفونسو ديفيدز الباك الشمال لنادي بايرن ميونخ ومنتخب كندا السنه اللي فاتت، لما قدر يوقف خطورته بقوه في المباراه، وكلنا اثنين على اداء محمد هاني ساعتها، بس في فرق ما بين اداء الفونسو ديفيدز واداء فينيسيوس. الفونسو ديفيدز راجل دريبلر، يعني راجل سريع، راجل جراي، ما عندوش مهارات فرديه. فينيسيوس لا، وضع مختلف تماما، فينيسيوس حاجه تانية خالص. فينيسيوس راجل سكيلر، نسخه او ايه النسخه المصغره من نيمار. ريال مدريد وانشيلوتي دايما بيلعبوا على فكره ان انا عايز افرغ المساحه دي لفينيسيوس هنا اهو اول ما اعدي منطقه ال 18 واحد لواحد ويعرف يعدي، احطه في موقف واحد على واحد. لو انا حطيته في موقف على واحد 90% فينيسيوس هيعدي. طيب
اكتر حاجه عايز افكر محمد هاني بيها ما تواجهش فيس تو فيس، اقف انت بالجنب ما تواجهش فيس تو فيس. لو واجهت فيس تو فيس دي فيها مغامره. ليه؟ انك انت هتاخد قرار وفينيسيوس هياخد قرار. لو فينيسيوس رقص وانت مواجه بوشك انت خلاص عدى منك، ما قدامكش حاجه واحده انك هتعمل فاول اوت اوف كنترول، انذار في انذار احنا بره، ده ما ينفعش. طب ايه الحل الافضل لمواجهه لاعب زي ده؟ لازم دايما غصب عنك تواجهه بجنبك، تقف بجنبك زي ما محمود متولي بيعمل، تقف بجنبك ما تخليهوش يواجهك بوشك. لو واجهك بوشك انت بتخسر المنافسه سريعا، لان هو هيعرف يكلفتك، هيعمل حركه، هيعمل يعني هيلف بالكوره، وكل السكيلز اللي عند فينيسيوس محمد كتير ومتنوعه. شفنا النهارده قدام مايوركا مفيش ولا مدافع من دفاع مايوركا قدر يوقفه في موقف واحد على واحد. فينيسيوس اخترق الحته دي كتير قوي جدا، وبيروح ويلعب الكوره لبره اللي جاي من ورا. فان شاء الله عايزين نبقى اكيد اكيد طبعا الجهاز الفني عارف الكلام ده واخدين، بس هي في الاخر خلي بالك هنتكلم على التصرفات دي لجزء من الثانيه لعيبة الكورة. ما هي الأخطاء اللي زي دي هي اللي بتخلص ماتشات، جزء من الثاني ده احنا فعايزين دايما تفضل تعيد وتزيد فيه. افتكر فينيسيوس، افتكر ما تقابلوش بوشك، ما تقابلوش بوشك، ما تقابلوش بوشك، قابله بجنبك، لازم تقف بالجنب. ليه؟ عشان تحاول على قد ما تقدر ان انت ما تخليهوش عنده مساحة انه يكلفتك. بس فدي أكيد. بالنسبة للحتة اللي انت قلتها بتاعت كارفاخال وعلي معلول، اكيد برضو لازم نستنى ونشوف مين اللي هيلعب قدام علي معلول. هل هيكون بيرسي تاو؟ هل هيكون احمد عبد القادر؟ هل هيكون اي حد تاني؟ طبعا احنا عارفين خط هجوم الاهلي كلهم جوكر وكلهم بيلعبوا في مراكز بعض، بس مهمه طبعا علي معلول ان هو يبعد عن الثنائيه البدنيه مع كارفاخال. لو علي معلول دخل في ثنائيات بدنيه مع كارفاخال في وجهه نظري الغلبه هتكون لكارفاخال بنسبه كبيره جدا. طبعا فرق الجسم، فرق القوه البدنيه، حاجات كتير. احنا برضو يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، لازم نبقى واقعيين وواقفين على الارض. طب نحاول نعمل ايه؟ نحاول على قد ما نقدر نبعد بالكوره عن التدخل الجسدي، وان شاء الله باذن الله باذن الله. ليه لا؟ ليه لا يا محمد؟ باذن الله الاهلي نشوفه في الفاينل باذن الله. الاهلي هيكون في الموعد. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا ليك. ودي كانت فقره تحليليه مهمه جدا للحديث عن ريال مدريد في مباراته امام ريال مايوركا اللي خسر فيها بهدف مقابل لا شيء، وازاي يقدر الاهلي يواجه الريال. كل متابعينا من خلال صفحه يلا كوره وصفحه جي ال سي سبورتس وكل التوقعات اللي بالتاكيد تم رصدها عقب مباراه الاهلي وسياتل ساوندرز بطل امريكا، كنا طرحنا السؤال وقلنا شاركوا معنا في التوقعات الاهلي او سياتل النتيجه كان كام والمين اللي يكسب ويتاهل للدور نصف النهائي. وطرحنا السؤال ويمكن تعليقات كثيره وعديده، فوق الالف تعليق على مشاركه السؤال والاجابه على السؤال نتيجه مباراه الاهلي وسياتل ساوندرز. يمكن بالتاكيد بعد الحصر العدد الكبير اللي كان موجود يمكن الفائز بتي شيرت النادي الاهلي وتوقع النتيجه السليمه في مباراه الاهلي وسياتل ساوندرز محمد سيد. بنقول لك يا محمد الف مبروك الفوز بتي شيرت النادي الاهلي، وبالتاكيد تيم السوشيال ميديا هيتواصل معاه عشان يستلم جائزته باذن الله خلال الايام المقبله. كمان يا كريم هنطرح بقى السؤال لمباراه الاهلي وريال مدريد ان شاء الله، المسابقه الجديده ان شاء الله لمباراه النادي الاهلي في سيمي فاينل المونديال امام بطل القرن في اوروبا نادي ريال مدريد، وتوقع نتيجه الاهلي وريال مدريد اللي هتتلعب ان شاء الله يوم الاربعاء الساعه 9، وباذن الله باذن الله برضو الفائز هيكون صاحب قميص الرسمي للنادي الاهلي المزين ب لوجو شركة جي ال سي، شركة الدهانات الأولى في مصر، وبإذن الله بإذن الله الحظ يحالف يعني صاحب التوفيق وصاحب التوقع الصحيح. وإن شاء الله برضو في حلقة مباراة الأهلي وريال مدريد بعد المباراة إن شاء الله هنعلن عن اسم الفائز يا محمد، و ان شاء الله ربنا يوفق الناس كلها باذن الله. شاركوا معنا، وزي ما انتم شايفين مع كل مباراه في تي شيرت الاوفيشال الخاص بالنادي الاهلي، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، ويا رب باذن الله يكون التوقع والنتيجه كلها في صالح النادي الاهلي. شكرا لحضراتكم، شكرا ليك يا كريم. شكرا. وبالتوفيق يا رب للاهلي امام ريال مدريد في مواجهه القرن يوم الاربعاء على ملعب مولاي عبد الله في الرباط. السلام عليكم.